السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة المحترف للشروحات، مرحبا بكم من جديد في قناة المحترف للشروحات. نواصل معكم سلسلة الدروس الخاصة بالفيسبوك. درسنا اليوم عن طريقة تسجيل الخروج في الفيسبوك من جميع الأجهزة المتصلة على حسابك في الفيسبوك. طبعا تحتاج إلى تطبيق الفيسبوك، سواء الفيسبوك الأزرق أو فيسبوك لايت، ثم اتبع التعليمات التالية. يعني أولا قم بالتوجه إلى الإعدادات، ثم بعد الإعدادات سوف تتوجه إلى الأمان وتسجيل الدخول. هنا سوف تلاحظ يعني جميع الأجهزة المتصلة بحسابك. الآن أنا قمت بتسجيل الدخول من حسابين، وهما حساب كمبيوتر وحساب الهاتف. سأقوم بتسجيل الخروج من حساب الكمبيوتر. وبهذا يعني قمت يعني بتسجيل الخروج من حساب الكمبيوتر الذي تركت يعني حسابي مفتوح فيه. تفيدك هذه الطريقة يعني في كثير من الأشياء، منها مثلا إذا يعني نسيت الهاتف الخاص بك مفتوح على جهاز صديقك، أو نسيته مفتوح مثلا على مقهى الإنترنت سيبر كافي، أو إذا قام أي شخص يعني باختراق حسابك ودخل إلى حسابك، تستطيع أن تجعله يعني يغادر حساب الفيسبوك بهذه الطريقة. كان معكم قناة المحترف للشروحات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.